هنا بحي الفولاذية بسيدي عمار في ولاية عنابة غياب كلي للتهيئة العمرانية للكهرباء حصة الأسد في معاناة السكان. أنا واحدة زوجة تاع واحد صحيبنا اللي هنا والله توفات الحاجة جارنا من هنا أمبيلونس ما دخلتش ديكابا وطريق باش جاوني نيفلاز وديكابا وطريق باش خرجوها باش دينا عاد في النهار معقدة علينا من منذ 15 سنة درك مع المير الأول فات والثاني فات والثالث رانا معاه نفس العملية نروحوا للمير يقول لنا أنا خاطي روحوا لصون الغاز نصعبنا معزبة نروحوا لصون الغاز نروحوا لصون الغاز يقول لنا يسني لنا المير. سكان الحي يناشدون السلطات الولائية النظر في وضعيتهم العالقة منذ 19 سنة لتهيئة حيهم وتجهيزه بالكهرباء رغم عديد المراسلات. رسلنا البلدية، رسلنا الولاية، رسلنا الوزارة باش يعني لا دايرة باش يوفروا لنا يعني الكهرباء لهنا في البلاصة هذيا. دونك احنا مواطنين جزائريين من حقنا تكون عندنا امبولة في دارنا. نرفع نداء للسلطات المحلية وللسلطات العليا باش ينظروا لنا ويديروا لنا حل لهذه الوضعية. وفي انتظار ايصالهم بشبكة الكهرباء يبقى سكان الحي من يدفع ثمن لا مبالاة المنتخبين المحليين، فإلى متى هذا الوضع؟